خويا ستيفو، كلشي مزيان؟ الله الله يكبر بيك، مرحبا بيك. شكون معاه؟ معاك جلال. جلال، منين استي جلال؟ الرباط. شحال في السن ديالك؟ 23. اها، من باغي دير هاد التيست؟ واحد السيده. شوفوا 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 الكنيه اللي غنقول دابا. نعم اخويا؟ قلت لك كنا كنا نخطبوا فهاد الشهر هذا هو، وقع واحد المشكل، بغيت ندير هاد التيست نشوف واش باقا باقا شاده ولا ما شادهش. كنتي غتخطبها؟ اها، وعلاش ما خطبتيهاش؟ بقى واحد المشكل، ما صافي قالت لك لا ما تجيش، قلت لها واخا خليها على خاطرك اش تبغي انت. هي دابا دابا حيدات البلوك وكذا، وهادي التصويره ما كتبغيش تجاوب، مي بغينا نديرها تجريو. المشكل منك ولا منها؟ مني. شنو درتي؟ خليها على الله يسلم. عادي قولي باش نعرفوا النوع ديال المشكل. خنتيها حصلت؟ حصلتني واحد خايتي ويد يد ديالك. حصلتك فاس؟ لا ماشي فاس، هذا التليفون. خصك تعرف ان البنت عندها واحد الارشيف. تخيل معايا من 2020 وانا متبعك وشا طوني ديما ديما ديما. مرحبا بك، شنو سميتها؟ سميتها غزلان. غزلان منين؟ هي بنت 16 ولكن كاينه في طنجة. بنت 16 وكاينه في طنجة، وشحال في عمرها؟ 28. شحال انت وياها مع بعضياتكم؟ اه كما قلت لك، راه البنت كيكون عندها واحد الارشيف ديما كتخبع فيه بحال هاد الحوايج، سيرتو ملي كتكون شي حاجه فيها بنت بنت. ها راه النمره ديالها صفر زيد. شحال هادي ما هضرتي انت وياها؟ دابا تقريبا شي شهر بحال هكا. لي زامي نديرو الخطة باء. صافي شوف باش نديرو الخطة باء. الو الو غزلان، السلام عليكم. سلام. مساء الورد والياسمين، كي دايره؟ صافا لاباس عليك؟ الحمد لله بخير. ياك ما فيقتك من الناس؟ إلا كنت بالي صوت بحال ناعسة، إلا كنتي ناعسة نخليتها لأبخيغ ونصوني عليك. لا ما ناعساش فيقة. مأكدة؟ ما نبغيش نطير عليك الناس. لا ما ناعساش. أوكي، صافا لاباس عليك؟ الحمد لله. كي دايرة مع الصحيحة؟ كي دايرين الدار لاباس عليهم؟ لاباس. الحمد لله. ما عرفتينيش من الصوت ديالي؟ لا. يلا شوفي وكان، شوفي واش تعرفيني من الصوت ديالي ولا لا. خطة بقى، اش كضحكي؟ كنقول بحال هكا، بحال زي المرة اللي كنهضر معاك ديما. واحد السيد عزيز عليك بزاف، هادي عندي ميغو جديدة درتها على حساب الخدمة وصافي، قلت نصوني عليك منها. كان انا وياك راه تقريبا صافي لونطون مهضرناش انا وياك. ياك؟ وي. بس ما تقريبا راه من قبل رمضان بشي شهر ما هضرناش انا وياك. يا الله نشوف نشوف واش غادي تجبديني ولا لا. لا والو خويا ما عرفتك. مأكدة؟ هاد خويا الله وليتي يلا قلتي لي دابا ما عمري سمعتها منك. علاش كانت بيني وبينك شي حاجة؟ لا ما كان بيناتنا والو، ولكن ما عمرك قلتي لي خويا. علاش كضحكي؟ ما حكيت لي مي ما يعطيك الخير. امين والله يخليك ديما ضحكه، قولي امين. امين. صافا بعدا كلشي مزيان؟ وقولي بعدا شكون انت؟ ما غاديش نقولك شكون انا، بغيتك تعرفيني من الصوت ديالي، الا ما عرفتينيش انا غادي نتقلق. طبعا صعيب نعرفك، الصوت هذا بحال عمرني ما سمعته. ايه شتي دابا نتقلق ولا بلاش؟ تقلق منك غزلان وانت ماشي ديال التقلاق. خاصني نسمع المشكلة كتعرفيني انا، غير ما بغيتش نقول لك شكون. واحد السيد عزيز عليك بزاف بزاف بزاف. عزيز عليا؟ اه. كنت
ديالي نقول لك واحد الهضره باش تبقاي تضحكي عاوتاني. انتي كنتي مزعوطه فيا مشات فيها خوت طمرة وانا كنت كنفع عليك كبير. سمعتي غزلان؟ انا كنت مزعوطه فيك انت. وانا كنت كنفع عليك كبير. ايه واش انا كذب عليك؟ انا بعدا سبحان الله هذوك الناس اللي تزعط فيهم انا اللي كنت فعاليهم كبير. ويلي راه ما عقلتيش دابا الا عرفتيني راه مشكله. ايوا دابا عرفتيني من الصوت ديالي ولا لا؟ لا والو. يلا قبل ما نقول لك شكون انا غنسولك واحد السؤال. اوكي حاليا انت عندك شي واحد في حياتك ولا ديال راسك؟ حيت السؤال محيرني ودارني في راسي بغيت نعرف. عندي عندي حلفي والله. ايوا صافي اسمحي لي ملي عندك ما كاينلاش نبقى نهضر معاك. احتراما لهذاك السيد اللي معاك واحتراما اللي حتى انت. واه انا غير قلت لك بغيت نعرف شكون معايا وسلام. ما انا عندي سيد في حياتي كذب على الله حرام لو كتب. لا الكذوب لا هكاك يكونوا بنت الناس اللي مشى فيها هذا. فين لا لا من حق دابا من حقك تقول يا خويا حيت البيريود اللي كنا كنهضروا انا وياك ما عمري سمعت منك خويا. هذا بعد عمرني ما هضرت معاك انا الهضره ديالك راه ما داخلش فيها الرجل. ماشي مشكل دابا ما كاين. شوفي غزلان الله يسعدك في حياتك والله يسهل عليك الدنيا واخره ان شاء الله وسعدات هذا اللي داك سعداته بك. وصافي ما كاين لاش دابا انت ديجا مغمسه في واحد العلاقه. الشيطان جاوي ولا؟ ولا دابا ما تدخلش معايا في دي طيب ما نعرف شكون معايا مني نعرفك انت راه بصح كنتي امي ديالي وعزيز عليا يعني وما كان بيني وبينك حتى شي حاجه ندخل معاك في هاد لي دي طيب ولكن انا ما كنعرفش. غزلان غنعطيك وعد اقسم بالله ملي غتجاوبيني ياك حتى غادي نقول لك شكون وانا والله ما بيني وبينك شي حاجه. يلا جاوبي على السؤال ديالي هذا اللي انت وياه دابا. واش مزوجين مخطوبين ولا مصاحبين ولا يلا تعرفتو؟ لا ما مزوجين ما مخطوبين غير مصاحبين. طنجة من قبل ما رمضان يلا تعرفتو جداد ديال الفان ديالي. لا غير سولتك وصافي. من طنجة؟ لا ماشي طنجة. منين؟ انا ما عقولكش منين. لا راه هذا هو السؤال اللي سولتك قبيله. وانت دارك راسك تعرفو منين؟ دارني راسي حيت دابا شوفي انا سبحان الله مع مدوز في الحياة بزاف. اون فوا تقولي لي غير منين غادي نقولك واش يصلح لك ولا رجعي للور. عادي دابا انا وياك بحال جات واحد ها ما نقدرش نقول لك. عادي زعما ما فيها حتى شي حاجه. لا اسمح لي. وتمنين ما قدرتيش تقولي منين؟ ما نقولكش منين. المهم انا عندي واحد في حياتي. شحال باش عرفتي عليها قبل رمضان؟ منين عرفك انت شكون غادي نقول لك؟ مشيتي فيها الدجاله ديال اسكت دابا غادي نسانتخ معاك. غزلان من طنجة 28 سنة معك السي محمد السريري مقدم برنامج خطوة قبل الزواج. فايت لك مفرجة في البرنامج ديالو ولا لا؟ عرفتي دابا شكون اللي كيهضر معاك؟ صافي واحد السيد من طنجة بغا يدير لك التيست. ذاتس ات. عايش ما دابا قلتي لي ملي غادي نعرفك غادي نقولك شكون. دابا انا قلت لك شكون قلت لك لا الزل اللي جا ولا الزنك ولا قلنا شكون هذا اللي انت وياه في علاقه راه كيسمع فيك
دونك الى عندك واحد زعما نورمال انك تقولي يلا بالي. شوفي ما قدرتيش تقولي السميه ديالو، قولي غير الحرف الاول باش كيبدا الاسم ديالو. انا باينه فيك حشوميه. ايوا عادي عادي ماشي مشكل، مفاجاه زويونه حيت هاد السيد كيبغيك. قال لنا يلا تعرف عليك غير شي شهر ونص هادي ولا شهرين ياك. هي هذيك دونك شنو السميه ديالو راه كيسمع في صافي. راه شوفي هو انا مأكد 100% هو السبب باش ندوزو لك، عندنا بزاف ناس كيتسنى. انا برافو عليك، يلا ندوزو كوكو. قلت لها من الصباح ما عرفتش. جلال اه جلال جلال باح غزلان. انس فعلا غزلان انس الله يخليكم بعضياتكم. شوفي غنعطي لك ولكن ما تفوتوش واحد 30 ثانيه حتى لدقيقه صافي باش ندوزو مكالمات اخرين. اوكي يلا قبل ما تسمعي الصوت ديالو بغيتك تقولي لي شي كلمه زوينه من الكلام اللي اللي كتغازليه به. انا ما كنغازلوش بعضياتنا، حنا ديما في الحرب ديما في الحرب. يلا دابا دابا قدام هاد الناس اللي كيسمعوكم قول لي شي كلمه زوينه. الله يخلينا بعضياتنا وان شاء الله يكون حلو. الله اكبر. اعطاك هضر. الو غزلان. الو وي معك جاله. جاله؟ اه ما راه جاله؟ ما عرفتيني؟ انا عرفتك وانا من يكسر لينا دابا. شوف تلاقيت خوت تفرقوا خوت ما تحقد عليها ما تحقد عليها، بغي ليها الخير وتا هي راه بغات لك الخير. الا شوف الا كان داكشي اللي قالت هي بصح كانت معاك وجات شي صاحبتك ولا شي بنت من الامارات وسمحتي فيها ولا قلبتي عليها نورمال. اه ايوا بغيتيها في الحلال اخويا ما كانش خاصك تخونها. بغيتي ميت من الحلال وهي كتعيط ليا من التليفون ديالها وكتقول لي حياتك ضيعت لك 7 شهور من حياتك. قال لك هاد الهضره هادي؟ قال لك هاد الهضره؟ لا قالها لي. ها هو يقول لي راك هاد الهضره قلتيها لها جلال؟ الله اش فيها هاد الهضره؟ شنو قال؟ قال لك ما قالهاش. كذاب وين انت دابا علاش تكذب لي؟ طلعتها. شكون تيقول دابا؟ جلال الا كانت هاد الهضره بصح السلام عليكم. شوف خايف فيهم انا قالت لك صونيتي عليها من التليفون ديال هاد البنت اللي جات وقلتي لها ضيعت لك 7 شهور من حياتك. قال لي ضيعت لك 7 شهور من حياتك كي جاتك هاد الشمسه هكا وقال لي ما تبقايش. بلاتي بلاتي بغيت انا حاجه وحده اللي بغيت نعرف، حاجه وحده اللي بغيت نعرف. قول لي جلال هاد المشكل امتى وقع لكم نتوما بجوج؟ وقع لنا قبل رمضان. بشحال؟ 10 ايام. ها انت شحال باش عرفتي على انس؟ راه قلتي لي تعرفتي عليه شهر قبل رمضان. ايوا في البيريود اللي كان تيقولوا ان الى هادشي اللي كنستغرب انا في بعض الناس ما كيضيعوش الفرص مع ما كيعطوش راسهم واحد فتره نقاهه. علاش علاش غادي تضيع؟ لا لا ما تضيعيش، لا لا ما تضيعيش، لا 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 لا, لا ما تضيعيش، لا من حقك من حقك. واش غادي تضيع الفرصه على واحد كيقول لك كي جاتك انت ضيعتك 7 شهور من حياتك؟
لا ما غاديش لا تضيعيها. ما تضيعيهاش، الله يخليك انس. هو كيعيط لي من عندها ولكن بزاف عاب اللي خاصك تعرفي هو وكتبكي. انك راكي حق انس دخلتي في حياتك قبل ما يوقع لك المشكل مع جلال. أما الشركات ما كانت خاربة، وقع لي المشكل مع جلال عاد تعرضت على أنا. أما أنا كان جلال كنت دايرة في عيني، حتى عطاني ديك الضربة، صافي صافي هذا أنا نوقف كنفكر ومتعرفش على الدين. صافي، برافو عليك، ما ضيعش الوقت. يلا سيري، الله يستر عليك غزلان انت وانس. قطع جلال. انا غزلان نعم اجي ندير معاك واحد حاجه زوينه، انا هي راني ندير لك تيست الانس. لا والو ما بغاش التيست. شوفي وكان والله، شوفي والله والله ما يعرف شي حاجه على جلال ولا شي حاجه، غير باش انت تعرفي راسك معاه وصافي. حيت انا هاد انس ما دخلش ليا خاطري، والله اعلم يا ربي نكون ظالم. نديرو لي غير انت ديريها بالضحك. لا يلا جري جري. سكوت انت. شو كامل جلال 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 بغيتي دير لي التيست؟ رب العالمين. وشوف هذه راه عزيز عليها المخزن، هذا من مخزن المخزن. صافي صافي. اوش اوش جلال قطع اخويا، قطع 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 بلا ما تسمع شي حاجه غادي تضرك في خاطرك. غزلان يلا سلامه. يلا الله يعاونك. لا ما تضيعش الوقت، ما ضيعش الوقت الخوت. قال لها دير لي التيست، قال لها دير لي التيست ياك مخزن. انا